والدي في سني في سن العم. وقال عمي، قال ليش ما صرت مثل ابن حميد؟ فما لا، احيانا ولدك ما يقول لك، ما يرد عليك، لكن عارف انك غلطان. فقالت لي كيف تتكلمي مع عندك مدرس ابن حميد؟ ما عنده مدرس وما عنده، شو طلع؟ ليش طلع؟ ليش طلع هو عالم وانت ما طلعت؟ فمقصودي انه احيانا ابنك ما يرد عليك، اما انه لا يحضر، لا يستحضر، او انه مطنش، او انه صغير ما يفهم، لكن اذا كبر يفهم. اقول لكم قصه يعني هي لطيفه جدا، من الاقارب عندي قديما. انا كنت صغير، طبعا والدي الله يرحمه من العلماء الكبار، يعني كنت في سن 11، كان معي في سني واحد من اقاربي، عمه كان اميا، والولد ايضا مشاغب شوي، في شغبه في حركاته، بمعنى ليس جادا في دراسته، ليس جادا، توفي رحمه الله، توفي وهو شاب، ليس جادا في دراسته. فعمه، طبعا عمه قبل أن يتقدم التعليم عندنا، كان التعليم عندنا محدود، وما كان التعليم منتشر، وما كان في مدارس، يعني تقريبا في هذا العمر، هذا في الخمسينات الهجرية، يعني الثلاثينات الميلادية. هذا الأب، طبعا أنا لا، أنا كنت في الكلام أتكلم وأنا في السبعينات الهجرية، تقريبا في أواخر الخمسينات الميلادية. فالعم يقول لي ابني أخي، وأنا حاضر طبعا صغار، يعني كنا في جالسين في القهوة يسولف وكذا، والولد فعلا فيه يعني شغب وكذا ونوع اهمال في المدرسة، قال لي ورا ما تنتبه لدروسك وتنتبه للمدرسة وتنتبه وتحرص تكون جاد كذا. أنا لو نحن لو كنا مثلكم ولا كان درسنا، يقولنا ما أدرك المدارس، وصادق ما أدرك المدارس. لكن الولد كان ذكي، ماذا قال لعمه؟ أنا كنت لكم والدي كان عالم كبير من العلماء، والدي في سني في سن العم. وقال عمي، قال ليش ما صرت مثل ابن حميد؟ فما لا، احيانا ولدك ما يقول لك، ما يرد عليك، لكن عارف انك غلطان. فقالت لي كيف تتكلمي مع عندك مدرس ابن حميد؟ ما عنده مدرس وما عنده، شو طلع؟ ليش طلع؟ ليش طلع هو عالم وانت ما طلعت؟ فمقصودي انه احيانا ابنك ما يرد عليك، اما انه لا يستحضر، او انه مطنش، او انه صغير ما يفهم، لكن اذا كبر يفهم. فلا ينبغي أن تتكلم عن مثاليات وتقول أنا والله يوم أنا في سنك وأنا جاد وأحضر، وأنت كذاب، وأنا في المدرسة جالس وأنا حاضر وأنا أحضر وأنا مؤدب مع الأستاذة وأسلم عليك الصباح، وأقول وأنت كذاب، ما يصلح الكلام هذا. فينبغي أن تكون فعلا صادق مع أولادك، الأم والأب، نتكلم عن الأب والأم، فيكون نموذج. أنا لا أقول لك لا تخطئ، نحن لسنا معصومين، لكن اجتهد فعلا أن تكون نموذج صالح، كما قلت، في عباداتك، في ذكرك، في أدبك، في سمتك، في حتى في نظافتك، في لبسك، في تعاملك مع الجيران، تعاملك مع الأقارب، تعاملك مع أمك، مع عمتك، مع خالتك. يا أخواني، التعامل مع الأرحام فعلا نغرس لأولادنا كيف نتعامل مع أقاربنا، ونصل رحمنا، نتأدب مع الأم، نتأدب مع العمة، مع الخالة، ونقدم فعلا يعني قمة الأدب في التحيات وفي السلام وفي الزيارة المنتظمة أو الاستفسار عن الصحة، أو تقديم أيضا بعض الهدايا على حسب الاستطاعة وعلى قدر ما فتح الله عز وجل. المقصود القدوة بالفعل،